ظهرت في فيديو هي بتغني من غير حجاب بعد 6 سنين من ارتدائه وصدمت المتابعين. الفنانة أمل حجازي بترد على منتقديها بمنشور مثير، يا ترى إيه الحكاية؟ جدل كبير اتسببت في الفنانة أمل حجازي بعد ما كشفت مفاجأة عن خلعها الحجاب. أمل نشرت بوست وجهت فيه رسالة لجمهورها وقالت: إلى كل من يهمه الأمر، أنا لم أخلع أخلاقي ولم أخلع شرفي ولم أخلع قربي وحبي إلى الله ولم أخلع إنسانيتي مع الفقير والمحتاج والمريض ولم أخلع مبادئي التي أفتخر بها والحمد لله ولم أخلع حشمتي، وهذا هو ديني وهذا ما طلبه الله منا كبشر وهذا ما سأقابل الله به وليس شيئا آخر، مع حبي واحترامي. اقتضى التوضيح. بداية أزمة أمل حجازي كانت مع فيديو انتشر لها الأيام اللي فاتت ظهرت فيه بدون حجاب، كانت في واحد من الكافيهات الشهيرة. أمل كانت سبب في حالة كبيرة من الجدل بعد الفيديو ده، خصوصاً إنها أعلنت ارتداء الحجاب من 6 سنين وتنازلها عنه كان بشكل مفاجئ. أمل أعلنت ارتدائها الحجاب سبتمبر 2017، وفي عام 2020 وفي الوقت ده اتكلمت عن الخطوة دي في حياتها ونشرت صورة من أمام الكعبة المشرفة وعلقت عليها وقالت: في مثل هذا الوقت وهذه الليلة منذ سنتين أخذت القرار في ارتداء الحجاب، ومنذ ذلك الوقت وأنا أعيش سعادة داخلية لا توصف بقرب الله، الحمد لله على هذه النعمة. أنا كنت قريبة من ربنا وأقوم بكافة واجباتي الدينية من صلاة وصوم وقراءة القرآن، لكن أصبحت اليوم مرتاحة نفسيا بشكل كبير وأكثر سعادة بما مضى. أمل كمان كان ليها رد مثير على منتقديها وقالت في منشور على حسابها: من يرى أن أذن المرأة عورة أو صوتها تكون العورة بحد نفسها فيها وفي معتقداته ويكون هو عورة على المجتمع، يريد كل إنسان يرى نفسه ويرى عوراته ويصلحها، كفانا تشبها بالدين إلى حد أننا صرنا عالما ثالثا، ولو كان هناك سادس وعاشر لكنا السابقون إليها. الدين ليس بغطاء الرأس، الدين أخلاق وأعمال وقول معروف وإيمان من القلب بالله وحده، هذا ما سيدخل الإنسان الجنة فقط. لكن دي مش المرة الأولى اللي بتثير فيها أمل حجاز الجدل. قبل كده تعرضت لهجوم حاد بسبب حديثها عن حرمانية تربية الكلاب في المنزل، وردت أمل على الانتقادات وقالت: أنا إنسانة أؤمن بالقرآن الكريم ولا أتبع أي حديث لا يتوافق مع الأساس الذي هو القرآن، ولا مانع لدي في الأحاديث التي تقرب الناس من الدين ولا تنفرهم منه بشرط ألا تخالف القرآن الذي هو نور حياتي. أقرأ وأتدبر وأغوص وأسمع وأفسر، وهذه هي متعة حياتي. لماذا تتابعوني إن كنت لا أناسب تفكيركم ومعتقداتكم؟ الموضوع سهل جدا، دوسوا على الأنفولو وينتهي الموضوع. لا تغضبوا أنفسكم، أريد في صفحتي من هو مثلي لنتدبر القرآن سويا ولنبحث سويا.